السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. حمدوا خلال الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، يقول أن الهدف الرئيسي للمبادرة إقامة انتخابات حرة، ويؤكد أن كل عضو تم اختياره في الآلية تمت مشاورته. المعتقلون بواسطة لجنة التمكين ينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعامة، ووقفة احتجاجية لمفصولي سوداتيل أمام مقر لجنة التمكين. انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الفاشر نتيجة توقف الشركة التركية لعدم سداد الاستحقاقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. علق رئيس الوزراء عبد الله حمدو خلال الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال على مصير الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تداول السلطة وإجراء الانتخابات. وأضاف حمدو خلال الاجتماع الأول للآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية أن الهدف الرئيسي من المبادرة حل الأزمة، وذلك بإقامة انتخابات حرة. عند تقديمنا لهذه المبادرة أن بلادنا تواجه أزمة وطنية شاملة، وهي بالأساس سياسية الطابع، بعضها موروث منذ الاستقلال وبعضها قضايا جديدة طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وبعد الثورة. وكان تقديرنا أن بلادنا لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي المستدام دون مواجهة هذه القضايا بكل الشجاعة والوضوح. إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال والوصول إلى نهايات هذه المرحلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، وضمان تداول السلطة تداول سلمي ومستدام، ولكن هذا في ذاته يظل جزء من هذه المهمة. لقد لخصنا الأزمة الوطنية التي تواجه مرحلة الانتقال في 7 محاور أساسية توجب علينا العمل عليها. إلى ذلك عبر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عن شكره لكل من استجاب لدعوة الانضمام للآلية للإسهام في الواجب الوطني، وأكد حمدوك أن جميع من ورد اسمه في عضوية الآلية تمت مشاورته وموافقته الصريحة للانضمام للآلية، مضيفا أنه يقدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار. السيدات والسادة، لقد انخرطنا فور الإعلان عن المبادرة في مشاورات واسعة شملت قوى الحرية والتغيير، أطراف العملية السلمية، القوى السياسية الأخرى، لجان المقاومة وقوى المجتمع السوداني المختلفة من إدارة أهلية وطرق صوفية وأساتذة الجامعات ومجموعات المثقفين والمبدعين بالداخل والخارج والجاليات السودانية بالخارج وتنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية. وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، دفعتنا للمضي بها إلى الأمام، وتلقينا اقتراحات ومساهمات مكتوبة وشفهية أسهمت كلها في بلورة القضايا الرئيسية للمبادرة وكيفية تكوين الآلية. ونحن هنا نشكر كل من استجاب لدعوة الانضمام للآلية للإسهام في هذا الواجب الوطني ودفع ضريبة المشاركة بالجهد والوقت، وشكرنا يمتد أيضا لمن اعتذر عن المشاركة قبل أو بعد الإعلان عن الآلية لأسباب وظروف مختلفة نقدرها ونتفهمها. لكن ما نريد تأكيده هنا أنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية، لكننا نقدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار. أحدثت مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تباينا في وجهات النظر بين الحزب الشيوعي من جهة وحزب الأمة القومي من جهة أخرى،
وقال رئيس حزب الأمة الذي يشغل منصب رئيس الآلية العليا لإنفاذ المبادرة فضل الله برما لصحيفة السودان أن المبادرة هي قضية وطنية وليست حزبية ضيقة أو مبادرة شخصية، فيما أكد القيادي بالحزب الشيوعي صدقي كبلو أن المبادرة لن تحقق أي نجاح لأنها طرحت عناوين لقضايا كان يمكن حلها دون الحاجة لذلك، معتبرا أن الحكومة غير مسؤولة عن تنظيم القوى السياسية وأن برنامج المبادرة يفرق بين القوى السياسية. دخل المعتقلون من قبل لجنة التمكين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم لأكثر من 55 يوما في افتراء على العدالة ومؤسساتها العدلية. وقال المعتقلون في بيان لهم بحسب صحيفة مسار بيرس إن دخولهم في الإضراب المفتوح دواعيه عدم إهدار حقوقهم القانونية والإنسانية المتمثلة في حرمانهم من أبسط الحقوق في سلوك مخالف للقانون ومنافي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية في ظل ارتفاع الإصابات بينهم بوباء كورونا المستجد. نظم مفصول شركة سوداتيل وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة التمكين لمناهضة قرار مجلس إدارة الشركة الذي قضى بفصلهم عن وظائفهم، وندد المفصولون بقرار فصلهم من قبل إدارة الشركة مطالبين بإرجاع حقوقهم ومنحهم كافة استحقاقاتهم وتفكيك لجنة التمكين بالشركة. وبحسب عدد من المحتجين فإن المفصولين نفذوا أكثر من 9 وقفات احتجاجية مشيرين إلى تصعيدهم لقضيتهم سيكون مستمرا. وأقدمت شركة الاتصالات سوداتيل على فصل 142 موظفا بالشركة في 31 من ديسمبر الماضي دون إبداء أسباب واضحة. لازم تدفع للمالية، لازم تدفع للمالية، لازم تدفع للمالية، لازم تدفع للمالية. حقا كامل وما بالجامل، حقنا كامل وما بالجامل، حقنا كامل وما بالجامل، حقنا كامل وما بالجامل، حقنا كامل وما بالجامل، حرية سلام وعدالة، 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 حرية سلام وعدالة. لا لا للفصل التعسفي، 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 لا لا للفصل التعسفي. نظمت أسرة تبيدي وقفة احتجاجية ثانية أمس أمام مقر لجنة إزالة التمكين بالخرطوم، ورفع المحتجون شعارات صوت الحق الإنساني وحق المواطنة مضيفين أنهم يبحثون عن العدل والقانون والحقوق الضائعة، واضعين مطالبهم العادلة بالإفراج عن معتقليهم الموقوفين من قبل نيابة لجنة التمكين لأكثر من شهرين وبلا أي إجراءات نيابية عادلة في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق وسيد الثقلين وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، 15 محرم 1443، الموافق 24 أغسطس 2021، الثلاثاء، أمام المجلس التشريعي ولاية الخرطوم. أسرة آل تبيدي تنظم وقفتها الثانية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين لأكثر من شهرين بدون تهم أو حيثيات واضحة تمت مواجهتهم بها، إنما هي تهم فضفاضة بمواجهتهم بدون أي حيثيات وتهم واضحة. بأول أمس تم إطلاق سراح العم خالد الخنجر بعد الاعتقال. نحن هذا هو السؤال الذي نريد عن له إجابة. نحن حتى الآن ومعظم المحبوسين من أبناء الأسرة أو كلهم لا يعرفون لماذا هم هنا. فقط هي تهم فضفاضة تم فتح المواد بموجبها. نعم، وهذا بالمناسبة ما يتنافع مع القانون. لا يتم فتح أي مادة إلا بموجب بينات أو حيثيات، وهذه الحيثيات لم يتم مواجهتهم بها. تم التحقيق مع العم خالد الخنجر والسيد اللواء محمد حامد تبيدي لمرتين فقط خلال شهرين أو أكثر،
خلال شهرين أو أكثر لم يتم مواجهتهم أثناء هذه التحريات بأي حيثيات، أو لماذا هم هنا، أو اليوم كذا ساعة كذا قد قاموا بفعل كذا وكذا، لم يتم مواجهتهم بأي من هذه الأقوال. لذلك هم يسألون، وأصبح سقف طموحاتهم أن يعرفوا فقط 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 ليعرفوا لماذا هم هنا في عهد حكومة تقول أنها حكومة الحرية والسلام والعدالة. ويا للأسف لك أي سؤال ثاني؟ والله العظيم بالنسبة للي مع مين؟ نحن بالنسبة نحن حركنا كل الإجراءات القانونية، بل بالعكس نحن دي من الأشياء التي نعاني منها. نحن نقدم، أنا شخصيا قدمت طلب لإطلاق سراح الوالد، تم الرد على الطلب بعد أكثر من شهر كامل، تم الرد عليه، وتم الرد وليس رد على منفصل على حدة بموجب الطلب، إنما رد عام، ترفض جميع الطلبات فقط. نعم، المطلب الجوهري نحن نطالب بالمحاكمة أو إطلاق السراح فورا، هذا هو مطلبنا، وهذه أبسط المطالب، هي أبسط المطالب. أصبح خصوصا مع تفشي وباء كورونا الذي تفشى في الحراسة على فكرة، وأكثر من 9 حالات مؤكدة تم تأكيدها في الحراسة. الحراسة مكدسة بالكامل في ذروتها، قد وصلت إلى أكثر من 40 فردا في آن واحد، والآن هي أكثر من 30 شخصا في مساحة لا تتجاوز 150 متر. هذا ما يتنافى مع الاشتراطات الصحية منافاة كاملة، وما يتنافى مع ديننا الحنيف ومع حقوق الإسلام، مع حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية. اتهم القيادي بتجمع المهنيين ناجي الأصم تحالف الحرية والتغيير بأنه السبب الأساسي في تأخير تعيين ولاة الولايات حتى الآن. وقال الأصم لصحيفة الصيحة أن تغيير ولاة الولايات سواء كان جزئيا أو كاملا سيخضع للاتفاق بين مكونات الحرية والتغيير عدا الولايات الخاضعة لاتفاق إعلان جوبا. وأشار إلى أنهم في تجمع المهنيين يرون أنه يجب أن يتم إخضاع تجربة الولاة خلال الفترة الماضية للتقييم الجيد وبصورة منهجية. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي تشكيل قوة أمنية مشتركة تعمل على حسم كافة مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال بالإقليم وحماية المواطنين. وأوضح مناوي خلال مخاطبته نازحي معسكر زمزم بمدينة الفاشر أن القوة الأمنية المشتركة تضم كافة الوحدات العسكرية والأمنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام دون تفاصيل عن أعداد وموعد دخولها حيز العمل. وأشار إلى أن هذه القوة ستكون عوضا عن التأخير الذي لازم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا. وصف نائب رئيس التحالف السوداني عضو اللجنة العليا للترتيبات الأمنية سعيد ماهل أن الترتيبات الأمنية ليس لها خطى واضحة حتى الآن. وأوضح ماهل بحسب صحيفة اليوم التالي أن اللجنة العليا للترتيبات الأمنية التي اجتمعت أمس حوت أطراف العملية السلمية من غير ممثلي الحكومة. وأوضح ماهل أن لجنة تقصي الحقائق بمنطقة كولجي لم يستعرض تقريرها إلى الآن، لكن اللجنة تعمل على كشف الحقيقة بحسب قوله. سطت قوة نظامية على منجم أبو غزالة في الولاية الشمالية. وقال صحيفة الانتباه إن القوة التي سرقت المنجم كانت مكلفة بتأمين وحراسة المنجم، وأن صاحب المنجم اختفى أثر المسروقات إلى أن ضبطت بمدخل سوق ليبيا، وتم القبض على المتهمين بواسطة قوة من المباحث الفيدرالية. أكد رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير نبيل أديب أن الكشف عن الأرصدة والحسابات الخاصة بعملاء المصارف والبنوك يعتبر خرقا وفق العلاقة التي ينظمها قانون المصارف بين البنك والعميل. وقال أديب بحسب صحيفة اليوم التالي إن كشف المعلومات الخاصة بالأرصدة والحسابات المصرفية يجب أن يتم بناء على أوامر الأجهزة القضائية مع الحفاظ على خصوصية
العلاقة بين المصرف والعميل وأن يتم كشف المعلومات داخل الأجهزة العدلية. وكانت لجنة التمكين قد أعلنت قبل أيام تجميد عدد من الحسابات البنكية وكشف ما تحويه هذه الحسابات من أرصدة. كشف رئيس نيابة المعلوماتية والتحقيقات الرقمية عبد المنعم عبد الحافظ عن تدوين عدد 1850 بلاغا خلال 3 أشهر فقط. وكشف عبد الحافظ بحسب صحيفة التيار عن ظهور حالات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإلحاد والشذوذ والدعارة والتكفير. وقال عبد الحافظ أن انتشار الإلحاد ظاهرة فظيعة ومزعجة للمجتمع السوداني. كشف صحيفة السوداني عن امتناع المراجع القومي المقال طاهر عبد القيوم عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الذي قضى بإقالته من منصبه بعد أن تسلم قرار تسليم منصبه. ورفض طاهر تسليم مهام منصبه بديوان المراجع القومي لخلفه المكلف، وقال إنه لا يعترف بقرار مجلس الوزراء الذي تسلم نسخة منه يوم الأحد الماضي لأجل التسليم، وأوضح أنه لن يغادر منصبه إلا بعد صدور قرار بذلك من قبل مجلس السيادة. يذكر أن حمدوك أصدر قرارا يوم 26 من يوليو الماضي بإعفاء الطاهر عبد القيوم من منصب المراجع العام وتكليف فخر الدين عبد الرحمن بديلا عنه. اتفق السودان وليبيا على تفعيل الاتفاقية الرباعية الخاصة بنشر قوات مشتركة لحراسة الحدود بين ليبيا وبقية دول الجوار للحد من الهجرة غير الشرعية. ودعا حميتي إلى ضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية. من جانبه عبر وكيل وزارة الخارجية الليبي محمد خليل عيسى عن سروره بموافقة السودان على تفعيل الاتفاقية الرباعية، مضيفا أن هناك اجتماعات ستعقد بين المؤسسات الأمنية في الدول الأربعة لمناقشة التنفيذ وتشكيل قيادة مشتركة لهذه القوة. وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني دعوة إلى السودان للمشاركة في مؤتمر الجوار الليبي الذي تستضيفه المغرب الشهر المقبل. جاء ذلك لدى استقبال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميتي لنائب المجلس الرئاسي الليبي بالقصر الرئاسي بالخرطوم وفق بيان مجلس السيادة. من جانبه قال مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبد السلام عمر إن الجانب الليبي أبدى رغبته في مشاركة السودان وكل دول الجوار لدعم استقرار ليبيا والمنطقة. طالبت وزارة المالية نظيرتها وزارة الطاقة بسداد متبقي عائد تحرير الوقود البالغ 5 مليارات جنيه. وذكرت صحيفة الانتباه أن وزارة الطاقة مطالبة ب10 مليارات جنيه سددت منها 5 مليارات جنيه. وكشفت أن المالية شرعت في اتخاذ قرار بمنع التصديق للنفط باستيراد وقود الفيرنس ما لم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي الذي قالت إنه سيذهب حوافز ونثريات للعاملين بالنفط. أعلنت وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور عن انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الفاشر نتيجة توقف الشركة التركية لعدم سداد الاستحقاقات المالية للشركة. ودعت الوزارة في بيان المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدة أن هناك جهودا مبذولة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لدفع استحقاقات الشركة لضمان عودة التيار الكهربائي للمدينة. وشملت قطوعات الكهرباء ولايات دارفور بجانب كادوغلي بولاية جنوب كردفان. أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني عن توقف نظام البصمة المدنية بمجمعات خدمات الجمهور ومراكز السجل المدني بالولايات اعتبارا من اليوم وحتى السبت 28 من الشهر الجاري.
وقالت الإدارة العامة للسجل المدني نسبة لتهيئة خدمات نظام البصمة مما يتطلب إيقاف العمل إلى حين الانتهاء من تهيئة الخدمات. وأصدرت وزارة الداخلية قرارا باعتماد البطاقات الشخصية منتهية الصلاحية كمستند رسمي يسري التعامل به حتى 30 من يونيو عام 2022، وذلك لعدم توفر المواد الخام لصنع بطاقات إثبات هوية جديدة مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذا وتشهد مجمعات الجمهور إقبالا كثيفا خصوصا قسم الجوازات، كما تشهد المعابر والمطارات حركة كثيفة خصوصا نحو جمهورية مصر. أصدرت الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة اليوم بيانا أشارت فيه إلى ظاهرة سرقات زوايا أبراج الضغط العالي. وقالت الشركة في بيان أن القطاع الغربي بخط الفولة بابانوسا وشبكة النيل الأبيض والخط الناقل قطاع جبل أولياء القطينة والخط الناقل حول العاصمة القومية وخطوط نهر النيل والنيل الأزرق قد تعرضت لحملات تخريبية، داعية المواطنين في جميع الخطوط والمناطق التي تعبرها بالتبليغ عن أي تحرك مريب في الأبراج الناقلة للكهرباء. كشفت صحيفة الحراك السياسي عن انعدام في أدوية الجلطة والقلب والسرطان وأدوية الديدان. وقالت الصحيفة وفق مصادرها إن هناك ارتفاعا كبيرا طرأ على أسعار الأدوية جراء الندرة وانعدام أصناف منقذة للحياة. وأشارت إلى أن سعر الدريب ارتفع إلى 90,000 مقارنة ب 15,000، بينما بلغت أدوية تجلط الدم 10,000 مقارنة بسعرها في الماضي 700 جنيه. كشف اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ بولاية الجزيرة عن حجم الأضرار التي خلفتها السيول في الفترة من 14 يوليو المنصرم حتى 20 أغسطس الجاري. وقالت اللجنة الفنية إن 804 أسرة تضررت بشكل كبير جراء السيول، بجانب تضرر أكثر من 800 منزل بشكل كلي وجزئي. وكشفت اللجنة عن تسجيل 7 حالات وفاة و8 إصابات بين مواطني الولاية، بجانب انهيار 9 مرافق حكومية في الولاية. قالت مصادر حكومية سودانية إن الخرطوم وجنوب السودان اتفقا على وجود قوات رواندية وأخرى إفريقية بديلة للقوات الإثيوبية التي تم الاتفاق على سحبها من قوة حفظ السلام الأممية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. وبحسب الشرق فقد أبلغت الأمم المتحدة الحكومة السودانية بموافقتها على سحب القوات الإثيوبية التي تعمل على مراقبة الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان واستبدالها بأخرى رواندية وقوات مشتركة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حمدوا خلال الاجتماع الأول لآلية مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال. يقول أن الهدف الرئيسي للمبادرة إقامة انتخابات حرة، ويؤكد أن كل عضو تم اختياره في الآلية تمت مشاورته. المعتقلون بواسطة لجنة التمكين ينفذون إضرابا مفتوحا عن الطعام، ووقفة احتجاجية لمفصولي سوداتيل أمام مقر لجنة التمكين. انقطاع التيار الكهربائي بمدينة الفاشر نتيجة توقف الشركة التركية لعدم سداد الاستحقاقات. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.